صالح، كثير من إخواننا المسلمين يأتون إلى الحج ويقعون في أخطاء معينة، مع أنه في الإمكان أن يقرأوا شيئا عن الحج. هل توجه المسلمين إلى شيء معين جزاكم الله خيرا؟ نعم، تكمل السؤال السائل نقول ما دام الذي قبل أن يحلق بل بعد ما رمى الذي وخلع ملابس الإحرام يكون هذا من باب الخطأ، ولكن نظرا لجهله وضرب بالله الحمد لله، إذا ليس عليه فدية، ليس عليه فدية لأنه جاهل لم يتعلم. طيب جزاكم الله خيرا، ولا من باب الاحتياط كما لا هو، لأن هذا ليس من باب الإتلاف الذي ليس فيه الإتلاف يعذر فيه الناس والجاهل. وأما ما أشرت إليه من أن الحاج أو المعتمر يريد أن يؤدي النسك فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك قبل أن يسرع فيها وأن يسأل أهل العلم. نعم، هذا أمر واجب عليه لئلا يقع في مثل هذه الأخطاء، يجب عليه أن يقرأ إن كان يحسن القراءة. كتب المناسك كبيرة ولله الحمد ومبسطة وميسرة وواضحة أيضا، ولا أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم. ثم عليه أيضا إذا كان مثلا قدومه إلى مكة أول مرة في الحج أو العمرة فعليه أن يلازم أحد الرفقة الذين معه وعندهم معرفة مناسك الحج ويفعل مثل ما يفعلون، يقتدي بهم في هذا الأمر لأنهم يعينونه على إصابة الحق في أداء المناسك. جزاكم الله خيرا.